حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده وحله جديده من برنامجكم شباب قول وفعل. دعوني باسمي وباسمكم اني ارحب بزميلتي علياء جوهر. حياك الله يا علياء، وتشرفت في تقديم هذا البرنامج معك ان شاء الله. يعني اول شيء انا جدا سعيده بانضمامك دكتور فايز السهيل معنا كزميل راح تواكبنا ان شاء الله في هذا السيزن في شباب قول وفعل. طاقة جميلة، وإحنا دائما يعني نحب أن نتشارك الآراء في كل المواضيع الشبابية مع اختلاف الـ يعني الهوايات، اختلاف الثقافات. فيعني سعيدة أني أتعرف عليك في البرنامج، وأيضا إن شاء الله نقدم شيء جميل ونستضيف طاقات جميلة وإبداعات. يعني أكيد أنت عارف الكويت ما شاء الله زاخرة بالإبداعات، وإحنا إن شاء الله في هالحلقة راح نتكلم عن موضوع جداً مهم اللي هو عن الأسرة. يعني إحنا قبل البرنامج كنا قاعد ندردش شوي أنا وزميلي دكتور فايز، كنا قاعد نتكلم عن الأسرة وشون كانت في القديم مختلفة العادات والتقاليد، ثم توارثنا التقاليد والعادات موجودة، لكن أكيد تدري يعني مثل ما قلت التطور والسرعة والمدنية صار الوضع أن الأسرة ما هي أسرة، يعني نعم. ما نقعد ويا بعض، نعم. صرنا أسرة إلكترونية مثل ما نعم. يقولون. طبعا هذه علياء تبقى وجهات نظر مختلفة ما بين أرباب الأسر. بالفعل مثل ما تفضلتي وتناقشنا قبل قليل، قلنا أن البدايات قبل في السابق في القدم يعني كانت الحياة أحلى في الأسرة وكانت أمتع، وكان هناك رقابة أشد حقيقة، بعيدا عن يعني التطور الحاصل منها التكنولوجيا اللي دخلت علينا، خدمات التواصل الاجتماعي اللي حاليا يعني كل واحد يعني جمعة الأسرة مثلا إذا كان يوم الجمعة أو يوم السبت أو غيرها من الأيام العادية، تحصلي كل واحد بجاب تلفونه وقاعد يطالع التلفون وما له شغل في الحوار الدائر ما بين الأسرة. طبعا ارتباط الأسرة بالأفراد اللي موجودين يعني لابد أنه يكون قوي، ارتباط قوي، لأن التربية أساسا تطلع من الأسرة وهي اللبة الأولى يعني مصنع الشباب والشابات. يعني فالأسرة يقع عليها عاتق الدور الأول، أنا بالنسبة لي كوجهة نظر الدور الأول في التربية، فدورها كبير جدا. والآن يعني أنا أعرف بعض الأشخاص، بعض أرباب الأسر شو يسوي مثلا جمعتهم يوم الجمعة، أول ما يدخلون عياله يقول حاط له سلة للتلفونات. أي صحيح، حط تلفونك في السلة وتعال قعد، أو البنت حطي تلفونك في السلة وتعال قعدي. هذه خوش فكرة، عرفتي؟ ياليت كلنا نطبقها. بالفعل صدقني، في أيضا أنا لاحظت في الآونة الأخيرة يمكن في أيضا في مقاهي أو مطاعم قاعد تطبقها السياسة في الدول. يعني هل تعتقد أن لهالدرجة أنه صار حتى شيء قانوني يفرض علشان يكون في بيننا هالترابط المفروض يكون وجداني؟ فأنا يعني أشوف أنه ما يخالف على الأقل نحاول. يعني إحنا دائما بأمس الحاجة أن نسترد الذكريات ونقول أن إحنا بنحافظ على تقاليد معينة، خاصة خلنا نتكلم عن نطاق المحلي. يعني مجتمعنا مجتمع بالرغم من التطور لكن دائما نفضل التمسك بعاداتنا القديمة، ليس يعني فقط من يعني تشبث بآراء قديمة، لأن فعلا كان في تراحم وتواصل والصلة كانت يعني حتى الجار كنا نعده أحد أفراد الأسرة. نعم. لكن يعني ما يلامون، يعني الحين الواحد في عصر التكنولوجيا والسرعة وين يلحق يعني يلا نقدر نقعد شوية ويا أسرتنا، نقدر نلتم كلنا، يعني نحاول بقدر الإمكان أوقاتنا كلها تكون في نفس التوقيت أن نتجمع. بس علياء أنا بضيف لك شغلة، يعني إحنا مثل ما تفضلتي الجيران كانوا في السابق كانوا يعني يعدون جزء أحيانا من الأسرة. بالفعل إحنا مخرجنا يقول نتوجه للأذان، نطلع فاصل لأن عندنا أذان مشاهدين الكرام، يعني نطلع معكم مع أذان المغرب إن شاء الله، ومن ثم نعود لاستكمال حوارنا أنا والزميلة علياء عن دور الأسرة، ولدينا العديد من اللقاءات في هذا الجانب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
المراهقة عند الشباب، ولقاء مع عبد الوهاب السيد الرفاعي. الفقرة القانونية مع المحامي حسين بن شيبة. الضغوطات النفسية، ولقاء مع المدربة رقية محمد رمضان. الفقرة النفسية مع الشيخة مريم ناصر الصباح. الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم موضوعنا راح نتكلم فيه عن الأخطاء الطبية. عندنا أخطاء مثلاً هذه واردة في جميع دول العالم، بس ولكن نعرف شنو معنى الخطأ الطبي. اليوم في مزاولة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري اللي صدر بمرسوم برقم 25 لسنة 1981. اليوم الدكتور اللي موجود في المستشفى هو دكتور مزاول لمهنة الطب البشري. أي دكتور قام بعلاج مريض ووضع يده على المريض، إن كان الدكتور بنفسه أو من يعاونه من هذا مع الدكتور كيكون معاون له كالتمريض أو غيره، هو يكون هذا المريض خاص لهذا الدكتور. الأخطاء الطبية شنو؟ اليوم وهذا نشوف مثلاً ببعض العمليات، يقول لك بعض العمليات تمت وأجريت هذه العملية، بس ولكن أجريت هذه العملية وفق تشخيص خاطئ ووفق تحاليل أمور معينة خاطئة، وفق معايير لم يقم بها الدكتور بعملية إنه هو يوفق فيها كبذل عناية مشاركة تحقيق نتيجة. اليوم الدكتور هو بذل عناية والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، بس ولكن البذل عناية السليم لازم يكون أول شيء عندنا التشخيص السليم الصحيح. واليوم القانون في قانون مزاولة مهنة الطب البشري حدد نوع الدكتور، حدد العمليات اللي يقوم فيها. مستحيل أن يقوم الدكتور بامتناع عن القيام بعمل إلا إذا كان هناك مانع يثبت بأنه غير مختص في هذه العملية أو غير مختص في نظر المريض، يكون في اختصاص آخر لدكتور معين. في عندنا أهم موضوع راح نتكلم فيه ضمن الأخطاء الطبية، عمليات التجميل. اليوم عندنا مستحضرات التجميل، اليوم عندنا بناتنا قاعد يستخدمون محاضر التجميل اللي موجودة، ولكن لازم تعرفون نوع المستحضر التجميل اللي قاعد يستخدم. في حالة ثبت هذا المستحضر التجميلي أو الكريم أو المرهم اللي موجود أو طريقة الحقنة التي يتم فيها عن طريق عمليات التجميل، لازم تعرف أن هذه الماركة أصلية. شلون احنا نعرفها؟ في حالة ثبت ضرر للمريض بعمل حقنة معينة وثبت أن فيه تشويه، صدر فيه تشويه خلقي، أصبح فيه تشويه تام في جسده أو في مناطق معينة في الجسد، يتم أول شيء عمل تغرير طبي بإحدى المستشفيات الحكومية الخاصة عن حالة هذا المريض، ويتم تلقي العلاج ورفع دعوة قضائية بتعويض ضد أي عيادة موجودة قامت بعمل هذا المستحضر، وإن كان عمليات الليزر. إذا كان هناك حروق يتم الاتجاه حق المستشفى المختص وهو مستشفى خاص للحروق، يتم عمل هذه الأمور بتقارير طبية معينة ورفع دعوة قضائية بالتعويض، يحق لكم بعد أخذ العلاج الكامل. أهم شيء نصيحة مني لكم كأخوكم، إذا بتروح روح حق دكتور مختص في عمليات الليزر، روح حق دكتور مختص في عمليات التقشير، عمليات التجميل، له باع طويل وشهادات معتمدة دوليا ومحليا، يكون لك اختصاص بعيد كل البعد استخدام أي مستحضر تجميل يخالف المستحضرات الأصلية الموجودة، ويتم رفع شكوى عن طريق حماية المستهلك. وربي يحفظكم. رجعنا ومكملين معك. طبعا احنا مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم علياء، احنا على الهواء مباشره حقيقه. انا لان اندمجت مع حوارنا اللي قبل الفاصل، فقاعد افكر يعني احنا رجعنا دكتور ومكملين ان شاء الله مواضيعنا في حلقه اليوم.
وعندنا اليوم ضيفنا الأول راح نتكلم، موضوعنا راح يكون عن المراهقة عند الشباب، وضيفنا الأستاذ عبد الوهاب السيد الرفاعي كاتب وروائي. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيكم. حياك الله كاتبنا وأستاذنا عبد الوهاب. طبعا احنا موضوعنا اليوم راح يكون عن فترة المراهقة والمراهقين، وقبل قليل كنا نتحدث فيها انا والزميلة علياء ويعني انت حضرتك، فقعدنا نتناقش بان يعني الرقابة احيانا تكون ذاتية، والرقابة احيانا تكون من ولي الأمر، واحيانا تكون من اخ كبير مثلا يتابع اخوانه او خواته الى اخره. فانت شنو تعليقك على هذا الموضوع بدايه، وشنو يقصد بالمراهقه وشنو ارتباطاتها؟ هي طبعا المراهقه مرحله عمريه نقدر نقول عنها انها هي المرحله الوسط بين الطفوله والرجوله. هي المرحله اللي يمكن نقول عنها من عمر 11 سنه تقريبا الى عمر 19 سنه، وأحياناً قد تمتد شوية أكثر للعشرين سنة، 21 سنة. هي المرحلة هذه فيها نوع من التشتيت الذهني يصير عند الإنسان، كونه ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة، تغيير بالهرمونات، نوع من البحث عن الهوية، وطبعاً يكون في أيضاً نوع من التمرد على بعض التقاليد المحيطة فيه، فدائماً تلقى التعامل معه شوية في نوع من العنف، يعني نوع من الشدة، ولا أقصد العنف الجسدي إنما العنف في المطالبة بالحقوق يعني. نعم. خصوصا يمكن عندنا في المجتمعات المرفهة دائما المراهق يطالب بمزيد من الحريات وقليل من المسؤوليات. إحنا دائما يمكن ننتقد الغرب وطريقة تربيتهم وكذا، لكن هناك يمكن تكون المعادلة متقاربة شوي، يعطونا مسؤوليات وياخذ حريات بنفس الوقت. إحنا هنا عندنا مع الأسف هذا الشيء غير حاصل، فهو يبي الاستفادة من جانب واحد فقط، حرية زائدة فقط. هني طبعا يأتي دور أولياء الأمور في الاهتمام فيهم، وطبعا موضوع الاهتمام فيهم هذا دراسة طويلة، يعني ما هي سهلة، وما في مثل ما نقول ما في وصفة سحرية، في مجرد اجتهادات. يعني أنا معك أستاذ عبد الوهاب في أن فعلا يعني الغرب عندهم هذه الطريقة في التعامل مع المراهقين، أن يولونهم مثلا مسؤوليات معينة علشان يعلمونهم الاعتماد على النفس. هل ترى يعني طبيعة المجتمع، مع أن إحنا يعني كدينا في الزمن الماضي ويعني تعبنا، وكانوا آبائنا وأجدادنا يعني رحلة شقاء وعناء لبناء هذا المجتمع الجميل، يعني ليش ما قاعد نورث أبناء؟ هل إحنا ندلل أبنائنا لدرجة أن نفسدهم بدلالنا؟ هو طبعا أحيانا ما يكون فقط دلال، أحيانا يكون لا مبالاة، ان انا والله مجرد اني اجيب عيال وخلاص الزمن هو يربيهم، او احيانا تلقين الاب نفسه لاهي في مشاغله الخاصه، الام نفس الشيء، فدائما تكون عندهم التربيه بالمنع، لا تطلع، لا تسوي، لا تروح، مجرد يا منع يا نصايح، حتى لو مع ذكر السبب الموضوع اكبر من اني انا مجرد اني امنع واحط شروط. دائما يقولون يعني الابناء في طفولتهم نربيهم وفي مراهقتهم نصادقهم. صحيح. هذا اللي المفروض يتم، فلما أنت تحاول تربيه بمرحلة المراهقة راح تتعب كثير، كونك أنت فوت مرحلة مهمة اللي هي مرحلة الطفولة، أنك أنت تغرس فيه بعض الأمور المهمة كحب القراءة مثلا، أو العمل مقابل الأجر، مو كل مرة يجيك أبي فلوس تعطيه، فهي منظومة كبيرة حتى نربي فيها الأبناء يعني. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني أحب ما تحس إن يعني إذا كانت هناك شدة من ولي الأمر أو رقابة زايدة خوفا على هذا الابن أو خوفا على هذه البنت من الانحراف، خصوصا في تطور يعني التكنولوجيا اللي حاصل وخدمات التواصل الاجتماعي اللي قاعد نشاهدها، الرقابة يعني عليهم، يعني ما تشوف إن فيها نوع من الحذر الزائد شوي على أبناء أو الخوف، خصوصا انتشار يعني الجريمة على مستوى يعني كبير جدا، سواء المخدرات وغيرها من هذه الجرائم، يعني التعاطي وإلى آخره. فالرقابة الزائدة من ولي الأمر ما تشوفها صحيحة يعني؟ كلمة رقابة كلمة مطاطة. نعم. يعني أنا ممكن أشيك وراء تليفونات عيالي طول الوقت، أراقبهم وين يروحون يجون طول الوقت، حتى أنا يمكن أعاني من الوسواس أحيانا. صحيح. بس أشوفه يتساسر بالتليفون أظن موضوع مخدرات، موضوع شيء جايد. لا إحنا ما نقصد كذي، إحنا نقصد يعني الرقابة اللي تكون يعني مثلا أن الساعة الفلانية أنت تكون في البيت موجود، يعني أصدقائك منو أنا أعرفهم، أنت طالع مع منو، أنا وين رايح اليوم أنا أعرف، يعني لازم أعرف أنت وين رايح اليوم.
النوع هذا من الرقابة نعم. مطلوب أني أنا أعرف أصدقاء عيالي منه، وأنه يكون لهم أوقات معينة يرجعون فيها البيت، ساعات معينة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية. طبعاً مثل ما قلت ما في وصفة سحرية، لكن إحنا كأولياء أمور نقدر نعمل يعني أقصى ما نقدر عليه، وهذه الأمور اللي بإيدنا اللي إحنا نقدر عليها. ومساعة يمكن كنت أتكلم معاكم قبل البرنامج، ضروري جداً أني أنا أصنع قدوة لأبنائي، وطبعاً لا توجد قدوة أفضل من الأب والأم بطريقة عملهم، طريقة تعاملهم مع الناس، هو اللي يصنع القدوة للأبناء. حتى أنا سألتك أستاذ عبد الوهاب، قلت لك هل يستطيع أحد الآباء أن يكون يعني يختار أن يقوم بدور الأب والأم كقدوة مثلاً، في حال إذا كان مثلاً أحد الأفراد في الأسرة الأب أو الأم مثلاً مو مهتمين في هذا، أو مو متفقين على نوع التربية اللي يربون فيها أبنائه؟ هذه حاصلة فعلاً في مجتمعنا، أن اختلاف المرأة مثلاً، تكون المرأة خلينا نقول كائن رقيق يعني يهتم بالمشاعر أكثر، فإحنا دائماً كنا نلجأ للأم مثلاً علشان تسمح لنا بالأشياء اللي الأب مثلاً يكون صارم فيها. صحيح. فهذا أيضاً نوع من الكلاش خلينا نقول في طريقة التربية. لكن أنا دائماً مثل ما حضرتك قلت أن الطفل أو المراهق يحتاج إلى قدوة، هل فعلاً المراهق يقلد ما يفعله والده؟ يعني الحين أنا إذا بحثة على القراءة وأنا ما أقرأ مثلاً، أو بحثة على عمل معين وأنا قاعد أسوي نقيضة، هل هذا أيضاً يعني نفس يولد عنده مثلاً تشتت ما يدري شنو الصح من الخطأ؟ هو طبعاً أحياناً الفعل يقود الطفل إلى الممارسة أكثر من النصيحة، نفس الشيء مع المراهق. أنا لما أشوف أبوي مجتهد في عمله، أشوفه والله يقوم من الصبح يخلص شغله وملتزم مع البيت وعنده أمور معينة، أكيد راح أتعلمها منه في النهاية. فأكيد صنع القدوة وجودها في البيت أمر ضروري، وطبعا ليس بالضرورة وجود الأم والأب معا يطلع أولاد زينين، وليس بالضرورة إذا كانوا منفصلين يطلعون الأولاد مو زينين. في أبناء مطلقين ومطلقات أنجح من أبناء أسر. صحيح. هو في النهاية يعتمد على التربية ويعتمد على القدوة اللي يشوفها الطفل في البيت. وأيضا أنا بضيف شغلة أستاذ عبد الوهاب، يعني عملية يعني صادق أبنائك سواء للمرأة أو للرجل. صحيح. يعني الرجل صادق أبنائه والمرأة صادق بناتها، ياخذون مثلا من يدخل عمره 15 سنه اي من يدخل اصادق ابني والاب يصادق بناته. انا بوصل لك وجهه النظر ليش الاب يصادق ابنائه، ممكن ياخذه معاه الدواوين ويعوده على العادات والتقاليد ويعوده على المنهج خلينا نقول الرجولي اللي يعرف شلون يتعامل مع الناس. لدينا مراهقين ما يعرف يتعامل، ما يدخل مكان ما يعرف حتى يسلم. صحيح. زين، لكن لما تعوده من خلال زياراتك للدواوين، من خلال زياراتك للمناسبات، من خلال واجبك لأداء العزاء أو غيرها وما شابه ذلك، أيضا المرأة كذلك إذا أخذت بناتها معها مثلا زوارات عائلية. لا إذا عندي بنات والله عفوا. نعم. بس بقول لك دكتور فايز، أنا معك إن أنتوا الرجال أسهل مهمة، بس أنا والله لو بناتي أمانة ما أوديها في المجتمعات اللي يكون فيها يعني اجتماعات كثيرة، أوديهم مثلا بوك كلب، أوديهم. نعم. أنا أختار لهم. نعم. الرجال أسهل جدا. نعم، واحنا هم ننظر لوجهة نظر أستاذ عبد الوهاب، ممكن أكيد يجاوبنا يختلف معنا أو يدل على هالموضوع هذا. نعم، وهو طبعا الزيارات العائلية وكذا، بس في النهاية هذه أيضا وراها بس مجرد قعدة وكلام. احنا ممكن والله نحثهم على زيارات الأهل والأقارب، بس أنا أعتقد اللي يجذب المراهق أكثر الأنشطة، وما شاء الله كثير فيها الآن بوك كلبز بالكويت، في أكاديميات لتعليم الرياضة والفنون وغير. صحيح. الفروسية، فجميل ان احنا نلحق ابنائنا ونخليهم يتمسكون في هوايه من طفولتهم. يعني انا اتذكر في ايام دراستي عزمني احد الاصدقاء الامريكان في بيته، وكان يوريني غرف عياله، شفت غرفه ولده فيها اجهزه الكترونيه، يركب يعمل طيارات وسيارات، اشياء يعني جميله للامانه. فقال لي ان هذه الاشياء تحميه من المخدرات ومن الخمور ومن كذا. انت تتكلم عن مجتمع هناك كل شيء فيه مباح، وشوف الأب شلون يفكر بالطريقة هذه. فأنا أعتقد لو ننقل الصورة هذه عندنا، نغرس هواية عند أطفالنا من الصغر، يكبر وهو يحب الهواية هذه وتشغل وقته إن شاء الله. نعم، وعندنا أندية صيفية. نعم. يعني صحيح. وعندنا أندية على مدار السنة شغالة، يعني أيضا وزارة التربية قاعد تقوم في دور كبير وجبار حقيقة، وأيضا الهيئة. صحيح. العامة سواء للشباب وأيضا الهيئة العامة. صحيح. للرياضة حاليا
هم لهم دور كبير في عملية كسب يعني فئة المراهقين للأنشطة وإشغالهم في هذه الأنشطة أو يعني خلينا نقول هواياتهم المختلفة. صحيح، كثير أحيانا يعني أتفاعل مع أولياء أمور اللي يشترون أعمالي الأدبية فيسألوني عن هذا الموضوع، كوني أكتب بالدرجة الأولى عن فئة المراهقين، فأقول لهم هذا الكلام، أنا والله ما عندي وقت، أرجع من دوامي تعبان، ما عليك، كلمتي دائما ليش تجيب عيال إذا أنت ما عندك وقت من قادر تربي، لازم تقوم في دورك، مو لما الولد يخطئ أو البنت تخطئ ساعتها تروح تلومهم، أنت دورك أديته ولا لا؟ اسأل نفسك السؤال هذا أول شيء. وللأمانة يعني أحيانا أقول بعض أولياء الأمور يحتاجون إلى تربية قبل أبنائهم. هذه كلمتي المعهودة. بعض الآباء فعلا يعني مع احترامنا لجميع الآباء ودورهم الفعال في يعني الله يعينهم، بس فعلا في نوعية البعض طبعا يحتاجون هم أن نعيد تربية مبادئهم أو يغيرون من عاداتهم. أنا بس ودي أعرف يعني تكلمنا عن الفئة هذه وشنو خطورة أن ما يكونون يعني يتخذون قدوة أو غيرها، شنو المشاكل اللي تترتب على عدم اتخاذهم قدوة أو المشاكل بشكل عام في هذه المرحلة، شنو خطورتها وشنو أنواعها؟ المشاكل طبعا كثيرة، أصدقاء السوء أكيد واحدة منها، أن الولد والله ممكن أو البنت حتى تقدم تنازلات كثيرة عن نفسها فقط لترضي مجموعة من الصديقات أو الأصدقاء، فتلقاه يتحول لشخص ثاني مع مرور الأيام، تنازلات تنازلات إلى أن تتحول إلى شخص آخر مع مرور الأيام، وهذا طبعا يعود إلى فقدان الهوية أحيانا كثيرة، مثل ما قلنا عدم وجود قدوة، عدم وجود هواية محددة، عدم الاعتزاز بالذات للأب والأم لازم يغرسون في أبنائهم، أمور كثيرة للأمانة لازم الأم والأب يقومون فيها. طيب أستاذ عبد الوهاب، الآن إحنا وصلنا في تطور كبير جدا من خلال خدمات التواصل الاجتماعي، الاستخدام الخاطئ اللي قاعد يستخدمونه المراهقين لهذه الخدمات، شلون نحرص عليهم ونخليهم بدل لا يستخدمون هذا الاستخدام الخاطئ إلى استخدام صحيح؟ قيود فقط، لازم تحط عليهم نوع من القيود. نعم. استخدام الانترنت أو السوشيال ميديا أو التليفون يكون ساعات محددة كل يوم، أنت في النهاية مستحيل تخليه ما يغلط، ومع الأسف كثير من أولياء الأمور ما يبي عياله يغلطون، هذا مستحيل. أنت راجع نفسك في فترة المراهقة، كل واحد فينا يراجع نفسه، راح يلقى روحه ارتكب أخطاء كثيرة لكن تعلم منها مع مرور الأيام. ضروري تكون هذه الأخطاء في طور المعقول، ما أخليه ينجرف وراء المخدرات مثلا وأقول أخطاء، في أخطاء لابد يقع فيها المراهق. شنو الحل حق استخدام خدمات التواصل الاجتماعي؟ تقييد. نعم. فترات معينة يستخدم متابعتهم. طبعا أنا من الأمانة أتكلم عن نفسي، ما أشوف أن فيها عيب أني أنا أفتش من وراهم بين وقت ووقت، حتى أحميهم إذا شفت شيء كبير مسوينه أهما، بس بدون إعلامهم يعني نفتش. نعم. نعم، لأن راح يفقد الثقة فينا بالطريقة هذه، ما راح يقول لنا أي شيء بعدين، لازم أنا أزرع فيه الثقة أنه يقول لي كل شيء. واحيانا انا ادري ممكن الاب والام يبي ينفجر من غلط عمل الابن، لكن لازم يضبط نفسه، لانه متى ما انفجرت مره خلاص بعد ما راح يثق فيك مره ثانيه. طيب يعني انا بعد في عندي فكره علياء يعني اخترت في بالي، يعني شايفه وايد مهتم في هذا الموضوع. انا قاعد اشوف يعني احيانا ولي الامر او وليه الامر مثلا الام تقول لامها البنت غلطت مثلا، وتحرص على الام تحرص على البنت انها ما تعلم ابوها، انزين والعكس صحيح. صحيح. انزين ليش هذا الشيء ما يسبب انه والله باكر خلاص يخلي البنت مثلا ما 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 ترتاح مع ابوها، ما تكشف كل شيء لابوها، منو يحميها باكر؟ او الابن كذلك ليش ما يكشف الامور لامه حرصا، او ممكن خلينا نقول في بعض الشغلات ممكن ما يقدر يقولها للام يقولها للاب، ولكن ليش ما يكونون دائما الاب ولي الامر ولية الامر يعلمون بكل شيء عن ابنائهم؟ ليش دائما التوصيه من اولياء الامور انه والله لا تعلمون، انه ما في حوار إيه؟ مفتوح ما بينهم بكل وديه، لان في النهايه انت قاعد تناقش اخطائي. صح. يعني فانا اكيد اخطائي ابي اقل عدد ممكن من الناس يعرفها، فاذا والدتي درت ليش ابيها تروح تقول حق ابوي بعد؟ هذا امر طبيعي. لا، الام تحرص على البنت انها لا تقولي لابوك. هو من ناحيتين يعني، هذا الشيء ما يزرع في البنت انها باكر خلاص ما تفتح خط مع الاب ولا تصارحه بكل شيء. في النهايه الاب والام شخصين وليسوا شخص واحد،
مستحيل تكون أنت متقارب معاهم اثنينهم 100%. لازم تميل لواحد فيهم أكثر من الثاني في أنك تتكلم معاه وتقول الأسرار. ويغارون من بعض يعني. أنا الوالد والله يعني أتذكر الحين قاعد ذكروني في ذكريات قاعد ذكر من هالمرحلة. يعني فعلا أنا مثل ما قلت دكتور فايز يعني هذه النقطة جدا مهمة. إحنا كان في بيتنا عندنا قانون ان اي الوالد يعني بحكم بعده هو يعني موجه لغه عربيه فصار من نوع ما ولكن كان صديقنا فكان دائما عنده طريقه نفس انه يسوي لنا حكيم القريه اللي اذا تهاوشنا ولا اختلفنا في اراء لا يجمعنا حتى اللي ما له شغل وعليه ييب شاهد فيقعدنا ويسمع المشكله ويبين كل واحد يقول رايه ويخلي وقت لكل واحد مدرسة كل واحد له وقت إنه يعبر عن رأيه وبالأخير ما يعطينا حكم يخلينا إحنا ما بيننا نتناقش وفعلا يمكن هذه أحد الأسباب اللي خلت الثقة بالنفس مثلا ممكن يعني الحمد لله ما عندنا يعني إحنا خمسة ولا واحد فينا عنده مشكلة يعني الثقة مهزوزة ولا ما يقدر يعبر عن رأيه بأريحية فهل هذه الطريقة فعلا تعد مثل ما قال زميلي فايز ان تقرب الاسره مثل ما نشوف عند الغرب مثلا نعم نقارن هم دائما عندهم هذه الوديه ما بين بعضهم فعلا البنت تقول للاب والام ايضا يعني ما في هذا النوع من ان يخشون على بعض يعني شلون يصير التواصل والتقارب وكلها اسرار العائله دائما اقول لا توجد قاعده عامه القاعده انت تحطها لاسرتك فليس بالضرورة اللي يمشي عندي في البيت ممكن يمشي عندكم والعكس طبعا صحيح فهني حسب رؤية الأم والأب ولكن بالمجمل إذا الولد أو البنت يميلون حق أحد الطرفين إنه يثقون فيه يقولون لأسرارهم هذا شيء طيب يعني في أبناء يخش عن أمه وأبوه بسبب التباعد اللي بينهم من بيت واحد لكن كل واحد بصوت طيب احنا شاكرين حضورك استاذ عبد الوهاب شاكرين هذا اللقاء الجميل كل شكر لك والشكر ايضا موصول للساده المشاهدين اللي قاعد يتابعونا عبر قناتنا مشكور كل شكر لكم شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام ناخذ هذا الفاصل ومن ثم نعود مرحبا الدنيا حلوه بس نفهمها صح اليوم حبيت أكلمكم عن قانون الجذب دائما الناس تتكلم عن قانون الجذب وقعدنا سمعنا وايد شغلات مو طبيعية في هالقانون الجذب بس أنا أحب أقول لك ليش أنت ما تجذب بالذات ليش أنت دائما تجذب اللي أنت ما تبيه تدري ليش؟ أول شيء تركز معي لأنك أنت دائما تفكر باللي ما تبيه ودائما أنت تخاف من الشيء اللي أنت ما تبيه دائما أنت عطيتها خوف عطيتها طاقة فالعقل اللاواعي ما يعرف يفرق بين أنك تبي أو ما تبي فراح يجذب لك يعني. وفي عنصر وايد مهم اللي يخليك ويمنعك من الجذب شنو هو؟ هو الإيجو شنو هو الإيجو؟ الإيجو عبارة عن الأنا العليا أو اللي عارفة لما يقولون كرامتي أو أي شيء من هذا الكلام عندك كبرياء طب شو الفرق بين الإيجو والكينونة؟ دائما الناس اللي عايشين بالكينونه هم اللي يصير لهم الجذب في حياتهم والجذب يكون تلقائي مو شرط تسوي تمارين في انواع من الناس في ناس تسوي تمارين عشان تحصل على الجذب وفي ناس ما شاء الله عليها بس مجرد انها تتكلم مو الشيء هذا تبي والحمد لله احنا وصلنا له الحين تجذب انا عندي برنامج تخصصي اسمه احترافي قانون الجذب على ثلاث مستويات المستوى الاول والثاني والثالث المستوى الاول شنو هو لازم اعرفك عن نفسك لازم تعرف المكان اللي انت واقف فيه لازم تعرف عشان لو اوصل للهدف انا مثلا حطيت هدف انا ابي اوصل له بس انت المكان اللي انت فيه وين لازم تعرف مكانك وتتعرف على نفسك وتعرف ليش وبعدها نوصل للهدف اللي انت تبي وانا اقدر اساعدك في هذا الشيء خليني اعطيك فكره بسيطه عن الايجو الايجو دائما الناس ياخذون الموضوع شخصاني لو اي موقف صار لهم قال يقصدني هو عشان يقصدني هو قصديني أنا هو لا قصدينا ولا شيء هذا يكون في داخل الإيجو الأنا العليا عنده هذا أبشرك إذا كنت أنت من هالنوع ما في جد في حياتك لازم تأخذ الأمور بسهالة وتبسط الأمور دائما اللي يعقد الأمور دائما اللي يعقد الأمور واللي يبي التفاصيل وعشان لا أغلط وعشان أجيبها صح صدقني هذا اسمه الإيجو طول ما أنت تأخذ أدق التفاصيل ما راح يصير عندك الجد أخذ الأمور بسهالة هذا الشغلة الثانية دائما اللي عندهم إيجو يكون ياخذ
قوته مع الأشياء. شلون مع الأشياء؟ يعني يمدح مدح، يعني إذا هي أحد يفرح بالمدح ويزعل بالذم، فهذا ياخذ قوته من الآخرين من الناس، هذا معناها بالداخل مو موجود عنده. أما الكينونة يكون لا يفرح بالمدح ولا يهتم للنقد، يكون عايش بمعتقداته أهوى. وبعدين في بعض الأشياء يكون قيمتك من قيمة الشغلات اللي تملكها، مثل شنو؟ هذه موجودين عندنا منها وايد، يعني قيمته بسيارته، قيمته باسمه. دائما الناس اللي عندهم الإيجو العالي دائما مثلا يحط لك حرف الدال قبل اسمه، أنا دكتور، وإذا ما عنده حتى شهادة راح مثل ما احنا شايفين شرى وايد شهادات عشان يرضى الغرور اللي فيه. وأنا أحب أقول لك إذا أنت همن في هذه المرحلة ما راح يكون عندك جد، بالعكس راح تجذب نفس شاكلتك. فلازم يكون عندك بساطة وأمور، لازم أنت السعادة من داخلك. طول ما أنت عايش بذبذبات السعادة وذبذبات الكينونة راح تجذب اللي أنت تبيه. شنو عندنا بالنسبة للإيجو بعد؟ شعور السلام. شعور السلام ينبع مع الآخرين، يحب يكون مع الجماعة، يحب مثلا فلان قال له كذا، فلان قال له كذا، لو أي حد قال له، لو كان كل شيء بيرفكت عنده، لو أي إنسان قال له كلمة صغيرة هد هذا كله، فهذا هو الإيجو. أما الكينونة اللي عندهم واثقين من نفسهم، ما يهمهم الناس، ما يهمهم الأوضاع، ما يهمهم. وبعدين أكبر شيء ثاني، الإيجو دائما يحكم على الآخرين، طبعا يسوي إسقاط ما في داخله على الآخرين. مثلا يسقط على فلان كله منه، كله من كذا، آخر شيء إذا ما لقى يا قالك كله من أبوي أو أمي أو زوجتي، إذا ما لقى قالك الحكومة، إذا ما لقى حكومة قالك الدول. لازم يدور له علاقة شماعة يعلق فيها اللي هو يبي. أما اللي عنده كينونة هو مهتم في ذاته وشغله ولا له شغل باللي حواليه. أحب أقول لك الدنيا حلوة بس افهمها صح. مشاهدينا مكملين معكم فقرات برنامجنا شباب قول وفعل، وبما ان احنا تكلمنا عن مشاكل المراهقين في حلقتنا وايضا ذكرنا الاسره ودورها، راح نتكلم ايضا عن الضغوطات النفسيه. ضيفتنا المدربه رقيه محمد رمضان، اهلا وسهلا فيك في برنامجنا. يا مرحبا فيكم. يعني اول شيء نبي نعرف الضغوط، لما نقول الضغوط النفسيه شو المقصود فيها؟ طبعا لها تعاريف كثيرة، باختصار شديد هي عبارة عن حالة ذهنية يشعر فيها الإنسان بالحزن والتوتر والقلق نتيجة لعدم قدرته على التفاعل الإيجابي مع مجريات حياته، أو هي بعض الأمور العالقة أو المشاكل اللي تمنع الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وبالتالي هذا يؤدي إلى الحزن والتوتر. نعم. طيب أستاذة رقية، يعني قاعد نشاهد واللامس في الحقيقة أن هناك في حالات مثلا يمشي على المزاج. صحيح. يعني ببعض الحالات تحصلين إنسان مزاجي متقلب مزاجه، هل هذا يكون تحت ضغط نفسي ولا على المزاج هذا؟ يعني دائما في أشخاص نقول والله هذا الإنسان مزاجي، يوم متأكر مزاجه معصب وفي ضغط نفسي ويوم فرح، أو خلال 10 دقائق ممكن تنقلب الحالة، يصير إنسان فرح وإنسان جميل في التعامل، وخلال 10 دقائق أخرى يصير إنسان شرس في التعامل، إنسان مضغوط نفسيا وده يعني يعصب على كل شخص قدامه. فشلون نفصل في هذا الأمر وشلون نعرف أن هذا الشخص مزاجي ولا ضغوطات نفسية؟ تمام. الضغوطات النفسية أنها تمر بين فترة وفترة. الشخصية المزاجية تلقاها باستمرار هو يعني في نفس اليوم. أما اللي يمر في ضغوطات نفسية بس مجرد أنها تنحل مشكلته تلقاه يرتاح ويستانس. ذكرتني هنا في نقطة، أن بعض الأشخاص ليش يكونون متعكرين المزاج وبنفس الوقت ما يقول لك إذا أنا عندي ضغط نفسي أو لا، يلجؤون إلى نقطة جدا مهمة وهي كبت المشاعر السلبية. إحنا كلنا نمر في ضغوطات نفسية وفي مشاكل، لكن لما أنا أكبت هذه المشاعر السلبية، طبعا أنا دائما أقول لابد أن الواحد يفرق المخزون السلبي في العقل والقلب. زين، من وين هي المخزون السلبي؟ أي أحداث مسبقة مؤلمة بالنسبة لي كبتها، ما عبرت عن هذه المشاعر، فتطلع لي بين فترة وفترة وتضايقني، وهذا يؤدي إلى أمراض عضوية من خلالها. إنزين، شلون أنا أفرغ المخزون في العقل والقلب؟ أولاً
لابد اني اتجه حق شخص انا وايد اثق فيه وابوح له في مشاعري. وليس شرطا عفوا يكون فرد من الاسره، صديق او قريب ممكن او صديق، ممكن مستشار. زين، بس طريقه التعامل مع المشكله عند الرجل تختلف عند المراه. المراه بطبيعتها اذا صار لها اي مشكله لابد انها تفضفض، لازم انها هي تتكلم. زين، مو شرط انها تلقى حل. العكس بينما الرجل لا، مختلف تماما. حتى مالك اللي تقول عكس تحصلينها تفضفض، ما قلت الا هذه بس والله ما قلت حق احد ثاني وراح نعرف ليش. بينما الرجل اذا صار عنده ضغط نفسي او عنده مشكله ما يقولها مباشره، ينفرد بنفسه يحاول انه يحلها، ما لقى حل هنا يلجأ الى الغير، اعطوني الحل. انزين، بالنسبه لي النساء احنا قلنا مو شرط اني القى حل، لازم اني افضفض. انزين، فكنصيحه لا تفضفضين عند رجل. السبب، مراكز الكلام عند الرجل في الدماغ صغير. نعم. يدوب نشوفه. نعم. بس بالنسبه للنساء مركز الكلام عندنا حكي. ليش دائما الحلول عند الرجال اكثر؟ خلنا شوي اصير عنصري. لحظه، هذه لحظه دكتور، هذه وفق اي دراسات الحلول عند الرجل؟ تمام. دائما المراه تلجا للرجل، يعني كثير من تو قالت لا تلجئين، لا تفضفضين عند الرجل. ليش؟ لان مراكز الكلام عنده قليل، فبالتالي ما يحب انه يسمع التفاصيل. دائما دايركت اي، اعطيني الخلاصه. دائما احنا بالكويتي اعطيني الزبده وبعدين، ليش تدشين بهالتفاصيل؟ احنا بطبيعتنا لا، اذا انت ما سمعت تفاصيل المشكله معناته انت مو مهتم فيني. لكن هو ما يقصد مو مهتم في المراه، في الزوجه، في اخته، في امه، ولكن بطبيعته ما يقدر يتحمل الكم الهائل من هذا الكلام. اذا احنا كنساء نبي نفضفض، نروح حق مره نفسنا، فاهمتنا، وعد المره عاد تزيد الحكي، وبعدين وش صار؟ ايش دعوه؟ ايش سويتي؟ فضفض وتشيش لي زياده. الرجل تلجئين للحل. صح. الرجل بطبيعته اذا اشتكى حق شخص يبي حل معك مليون بالمئه. قلت له الحل، فضفض. قلت لك ما فضفض انا لا النساء فضفض ولا الرجال. طبيعه الرجل اذا يا للمراه او اذا يا صديق ترى انا عندي مشكله، ما يبي فضفض، معناتها عطنا الحل مباشره. اذا في قرارات حازمه اروح للرجل يعطيني الحل، اما اذا انا ابي افضفض اروح حق امراه نفسي افضفض لها. زين، في بعض الاشخاص يقول انا ما اقدر اخاف هذا الانسان يفشي اسراري. زين، اروح حق منه؟ وايد استشاريين لا يعرفوننا ولا نعرفهم. صحيح، وهذه يعطونا الحل تتواجد يعني فعلا. او في بعض الاحيان انا ساعات استخدمها ورقه وقلم. هذه انا استخدمها موجودين انا مكان. احلى اي وقت واي حزه كل القلم في الحالات. لا انا بعد تدري شو كنت اسوي؟ تخيل كنت اكتب اي شيء احس فيه، الناس تكتب دايري وتحتفظ. انا بنفس اللحظه اشقها. برافو عليك، توني بغيت اقولها فعلا. يعني هذه الامور السلبيه عشان ما فضفض نهائيا، لان سبحان الله يمكن تطيح بايد احد يقراها. ايضا اي انا عندي هذا الوصف. سبحان الله ما تصفحين بس مجرد هو تنفيذ، ترى مجرد ذاتس ات. تمام، مجرد تنفيذ. ايضا بتكلم عن المراه والرجل في الضغوطات النفسيه. لحظه الحين نوعا ما بين الاثنين. الحين المرأة وايد تشتكي من الأعباء في المنزل وفي الوظيفة. احنا أغلب النساء موظفات، يعني أكيد الوظيفة عندنا أعباء وعندنا ضغوطات، ترجع البيت للأسف ماخذ دور الأم والأب. نعم. وبعدين تشتكي الريال كله يطلع الديوانية، كله يسافر، ما يتحمل مسؤولية، والغلط الرئيسي على الزوجة. السبب، إذا طبيعة الرجل أسباني أو غير أسباني، بطبيعته إذا شاف أحد يقدر يسوي الأعمال وعنده بديل ساعة المباركة، وهذا اللي يبي. ليش ما تكون المهام مشتركة؟ برافو عليك. يعني إذا كانت مشتركة هم الرجل، يعني مو هو يعني خلينا نقول سوبرمان يروح يسوي كل شيء في وقت واحد. يعني الزوجة مثلا تبي على سبيل المثال الحياة اليومية، تبي جمعية، تبي السوق، تبي تروح تعدل سيارتها، تبي مش عارف ايش، تبي كذا، تبي كذا، تبي كل هالطلبات هذه ينفذها الرجل في يوم واحد وهو شغله واقف. فالتعاون المشترك يكون جميل. صحيح، هي تقوم في دور وهو يقوم في دور. برافو عليك. يعني هو يطبخ عنها مثلا؟ لا، هي مش دعوه قاعد تدخل المطبخ، احنا قاعد نشوف يعني الاغلبيه. لا لا لا، بدافع له يعني خلينا نقول 50% قاعد يعتمدون الخادمات اللي موجودين يتواجدون في البيت. يعني هي تي مثلا تحط اللمسات الاخيره وتمشي. صحيح، صح ولا لا عليا؟
خلينا نكون واقعيين، لمسات الأخيرة الإشراف ولا مسات فهذا كله، وتحصلين بينهم ضغوط نفسية. احنا نقول الضغوط النفسية موضوع جميل جدا. شوفوا شلون انتم الحكم المسبق اللي علينا، عشان شي يصير فينا ضغوطات نفسية يا دكتور. مثل ما قال الأخ الفاضل انه لابد من تقسيم الأعمال. إذا جلسة حوار مصارحة بين الرجل وبين المرأة، المرأة اوكي تدريس اليهال مثلا، يعني اشياء بسيطه، المطبخ مثلا. انزين انا الاحظ بعض النساء اذا اختربت سيارتها هي تروح الجراج، المقاول هي توقف معه، الصباغ، الكهرباء. لا عفوا عزيزتي، هذا دور الرجل. تقول انزين اذا انا ما سويت هذا الطلب فالزوج ما راح يسوي. من قال ما راح يسوي؟ اذا شوفي طريقه تعاملك مع الرجل. يمكن احنا بتكلم عن خصائص الرجل والمراه، لان الحين وايد وصوني فيها ان الرجل اولا بطبيعته ما يحب الالحاح، بالكويتي الحنه. الحنه احنا طبيعتنا. صحيح. اذا انا استمريت في الحنه او الالحاح معناته ابين القيمه او اهميه هذا الموضوع. الرجل ينفر من هذا الامر. صح. يحب ان احنا نقول الامر مره واحده ونتركه. طبيعه الرجل ايضا ما ينفذ الطلب بسرعه، يعني صعب انه يتقبل او يتاقلم مع ظروف اليد. احنا النساء ان شاء الله لو قلت لك اعطيني الكلينكسه هذه تعطيني اياها بسرعه، الرجل يقول لحظه شوي خلينا نشوف يحط لايك هذه لحظه ما ادري شنو طبيعته. انه يعني مثلا اذا المراه طلبت من الرجل والله تروح الجمعيه، اذا راح بنفس اليوم الحمد لله يعني اخيرا رجل يعني عرفتي، ممكن ياجل ثاني يوم لثالث يوم. طبيعه الرجل ما ينفذ الطلب بسرعه، لذلك المراه لابد انها تصبر، مو على طول انه ما راح الجمعيه هي راحت بداله، هني راح يستانس وراح يصير فاضي ما عنده مسؤوليات، هني تشتكي والله الرجل ما يقعد في البيت. نتجه حق طبعا في وايد تبغى نتكلم، يعني نقول ينحاش يعني ما يحس لانه فاضي، ما يحس انه اعباء، عنده وقت فراغ وين هي قايمه بكل المهام، فهو ما له دور في البيت فيسوي دوره يسهر. ليش انت يا المراه مسكتي كل الاعباء؟ لا صحيح، فاذا لابد من الصبر. هذا الحاصل اللي قاعد نشوفه، لابد من الصبر. وطبيعه الرجل ما يصير نعطيه وايد طلبات. احنا النساء مالتي الله سبحانه وتعالى ما اعطينا خاصيه انه ممكن نسوي اكثر من طلب في وقت واحد. الرجل ما يقدر، إذا سوى طلب واحد ممكن يتجه إلى الطلب الثاني، أما أكثر من طلب بنفس الوقت صعب عليه. لذلك محتاجين إلى نوع من الصبر في تنفيذ الطلب للرجل. إحنا يا النساء ممكن نسوي مثل ما إحنا نقول بالكويتي أسرع سريع. النقطة اللي بعدها اللي حابة أتعمق فيها اللي هي تفريغ المخزون السلبي في القلب. دائما أذكر نقطة التسامح. عدم المسامحة تسبب لنا أمراض عضوية كثيرة. أبسطها ان المعده تفرز احماض، الاطباء اخذوا هذه الاحماض تكرمون حطوها لاكل الفيران. انصدمت ان الفئران بعد اكل هذا الاطعمه اللي فيها الاحماض توفت او ماتت مباشره. تخيلوا لو هذه الاحماض تبقى في معدتنا فترات طويله ممكن تسبب قرحه، هذا غير الضغط النفسي والتوتر، تسبب قرحه ومن بعدها اذا تقدم الامر يؤدي الى امراض خبيثه. نعم تمام. فدائما الناس تقول انزين هذا الانسان اذاني، شلون انا اسامحه؟ يبالي دائما قصه سيدنا يوسف عليه السلام. من حاول قتله؟ اخوانه في سبب معين؟ حسد والغيره. برافو عليك، مجرد حسد وغيره. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الامر واصبح عقب سنوات كثيره عزيز مصر، يعني يعتبر هو الحاكم. هو المستشار. طبعا صادفهم عقب سنوات كثيره، هو المتحكم هناك بإمكانه يقول حق الحراس اسجنوهم أو اقتلوهم. كفاية أنه هو نبي، يعني دعاء مستجاب، يعني كفاية لما يدعي الله يخسفهم ولكن سامح. في ناس تقول إحنا وين والنبي نبي وين؟ زين رب العباد لماذا ذكر؟ شنو الحكمة أن ذكر قصة حتى نتقيد، يعني نأخذ كقدوة القدوة. نبدأ نسوي مبدأ المسامحة. برافو عليك. إذا سامح مو علشانهم، علشان أنا أرتاح، أحط راسي على المخدة أنا وأنا مرتاحة. النقطة الثانية تحويل الكلمات المزعجة إلى كلمات محببة. نعم. شلون؟ كلمات المزعجة ساعات تنبع من الذات وساعات تنبع من الآخرين. إحنا يا النساء أكثر كلمة تزعجنا لما واحدة تقول لنا متنانة. هذه صدمة عمرنا. زين. عجبتني إحدى الزميلات لما واحدة قالت لها متنانة، كانت تقول إذا أنا متنانة هذا معناته إن أنا بنت عز وخير ونعمة. زين. ايضا اليوم صار حدث، يعني واحده قالت لها يعني الصالونات موجوده، صبغي شعرك وش هالشيب،
كان تقول الناس تدفع فلوس عشان تصبغ، انا الصبغ مجاني من الله سبحانه. فعجبني ان ردها صحيح، ممكن انه يعني السلبي نحوله الى شيء ايجابي ومفرح. برافو، هذا سيلف هيلينج، هذا يعني هذه السياسه نقولها كذي، بس هل احنا مقتنعين بالكلام اللي احنا قاعد نفكره؟ علشان نرتاح، علشان لان في بعض الاشخاص هذه ليش قالت لي ما تنام؟ في ناس ما تنام، ليش قالت لي انا فيني شيب، مع انه ما معنا واحده قالت ما وصلتي عمر الأربعين، تقول عادي هذا يعني صبغ. يعني هذه نصيحه توجهينها للنساء اللي قاعد يشاهدوننا الان، نساء ام رجال؟ نعم. الاثنين، اي كلمه مزعجه حولها الى كلام محبب، لا تقتنع في الكلام السلبي للآخر، لأنه وايد قاعد يرهقنا، وايد قاعد يأذينا، وايد مو قادر ننام وسبب هذه الكلمات. دائما أنا أقول كفاية إن إحنا نكون في أمن وأمان وبخير ونعمة، الحمد وشكر، ونتمتع بصحة وعافية. أيضا ساعات الكلام المزعج ينبع من الذات، أنا أذي نفسي فيها. إحدى الزميلات قاعدة كورس كامل، جاية عيونها حمر، إيش فيك؟ تقول قيم أنا قادر أنام، العسى ما شر. قلت تتوقعين المديره تعطيني امتياز ولا ما تعطيني امتياز؟ وتحاتي هذا الامر، وهذا يزيد الضغط النفسي وايد، نعم. مو قادره تنام، نعم. فقلت لها قولي انا هالسنه بذلت مجهود كبير وعطيت افكار ربحيه، هو حديث ذاتي ربحيه للوزاره او للشركه، فاكيد انا استحق هذا الامر. ايضا في نقطه وايد وايد مهمه للتخلص من الضغوط النفسيه، الاتزان بين الحياه. عندنا ثلاث انواع من الحياه، الحياه العامه، الخاصه، الداخليه. شنو الفرق بينهم؟ لا. الحياة العامة هي علاقتي مع أشخاص ممكن يكونون شوية بعاد، يعني مثل روحتي للدكتور، معاملة مثلا أجريها مع موظف، يعني أشخاص شوية بعاد، ممكن زملاء عمل اللي مو وايد قراب مني. الحياة الخاصة علاقتي مع أشخاص جدا أنا أحبهم مقربين، مثلا زوج الزوجة، العيال، الأصدقاء اللي وايد مقربين، صلة رحم، الأشخاص اللي جدا مقربين لي. الحياة الداخلية حياتي أنا، اللي بيني وبين نفسي، مرآتي الداخلية، أنا ومع نفسي. شنو اللي وفرت حق نفسي وشنو احتياجاتي؟ أغلب الأشخاص شو يسوون؟ يركزون على حياة ويهملون الحياة الثانية، الحياتين الثانية، أو يركزون على حياتين ويهملون حياة. مثلا أنا الحين معلمة، فدوامي من 7:30 لواحدة ونص، بعض الأشخاص يأخذون الدوام والشغل للبيت، إدمان عمل، صحيح؟ لدرجة خاصة المدرسين شغل حياة حلوة، أحيانا يكونون مجبرين ترى إنه يروح، لازم يخالف. أنت حاول بقدر الإمكان تنهي العمل، تنسى موضوع العمل، تفصل حياتك، خلاص أنت رديت من واحدة ونص، خلاص إذن أشوف طلبات الأسرة، الأم، الأب، مثلا عيالي، الزوج، الزوجة، خلصنا طبعا هذا في اليوم الواحد، خلصت بعدين أشوف نفسي أنا شنو محتاجة. زين ان شاء الله ابى اقعد نفسي وبشرب القهوه اللي انا ابيها، هذا الوقت خاص لي، ابى اقرا كتاب، والله بروح شوبينج، بروح اتسوق. اذا لابد احنا تقسيم الحياه. زين عفوا انا ما ابي اقاطعك، بس قلتي الحياتين الاخريتين مرتبطين مثلا في يعني ثلاثتهم مرتبطين ببعض. نعم. زين اللي تهمل الحياه من الحيوات الثلاثه، شنو الاثر اللي يصير؟ يعني مثلا اذا ركزت هي على عملها فقط وقعدت تجلبها للبيت، يمكن يكون هروب من حياه هي مو راضيه عنها، هل تنفيس عن حياه من الحياتين الثانيتين اللي مو راضيه هي عنهم؟ يعني مثلا حياتها الاجتماعيه، مثلا خلينا نقول احد حياتها الاجتماعيه مو راضي عنها، حياتها مثلا الخاصه مو راضي عنها، الاجتماعية اللي هي العامة، صحيح؟ تمام. زين قاعد يسوي اللي هي الحياة اللي بينه وبين نفسه، مثلا اللي شغل، مثلا يصب كل اهتمامه بالشغل حتى في المنزل، صحيح؟ إلى أين يبي يصل؟ هروب من الحياتين الثانية؟ قد يكون هروب، وقد يكون هذا في طبيعة من الصغر. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص من توظف إلى الآن، يعني تقريبا فترات يعني فوق 20 سنة، إدمان عمل بشكل مو طبيعي. زين هذا أدى إلى حين أنت تزوجت، خلاص معك مسؤولية، عندك عيال، مو أنت بروحك. وصل لمرحلة إنه قام عياله ما يشوفهم بالأسبوع، زوجته ما يشوفها بالأسبوع، فبالتالي أدق على ترى في طلبات، صار في كذا في كذا، فهو اللي سبب له ضغط نفسي في الحياة الخاصة اللي هي أسرته، وصحتها هاملها بشكل كبير، ارتفاع بالضغط الدم بسبب إهمال للحياة الخاصة. إذا راجع المستشفى، لا، وظيفتي هي الأهم، صار في ضغوطات نفسية بسبب إهماله الحياة اللي هي الخاصة والداخل، هو اللي سبب له، مع أنه كانت حياته مستقرة. طيب إحنا سمعنا الثلاث حالات أستاذة رقية،
في عندي أنا موضوع مرتبط طبعاً. في الأسرة في الموضوع السابق اللي كنا نتحدث عنه طبعاً. تمام هناك يعني عناد أحياناً يكون ما بين الزوجين تمام وهذا العناد يوتر العلاقة ويخلي مثلا المرأة أكثر تكون تحت الضغط النفسي تمام فهذا الشيء أثر على الحياة الأسرية فشون نحل هذا الموضوع يعني كثير نشاهد حالات أن هناك عناد ما بين الزوج والزوجة فياليت توجهين رسالة للسادة المشاهدين احنا نبي احنا نستفيد والسادة المشاهدين يستفيدون الأهم عندنا اللي قاعد يشاهدوننا الآن نبيهم يستفيدون ومن خلال وقت مختصر حتى يعني وصلنا لختام حلقتنا تمام بدام ذكرت بين الزوجين ساعات أغلب الأزواج يعاندون بسبب طريقة عرض الطلب من الزوجة نعم انزين طبيعة الرجل إذا إحنا نبي نطلب منه أمر معين فما نقول له مثلا روحي بالأغراض من الجمعية ونسكت فهني راح يعاند أنت ليش قاعد تأمريني قاعد صح فبالتالي أنا ما أقوله بهذه الطريقة أو بهذا وساعات الوقت غير مناسب يمكن هو يعني من مشغول ولا يكون نهاية المعاش خلاص يعني نطري حزة المعاش بعدين طلبي هذه أكثر سبب في التلافين أو طلعي مع مطعم وبعدين طلبي منه الطلب يعني طلعة رومانسية مثلا وبعدين طلبي اللي تبينه زين قد يكون مرهق تعبان أيضا طبيعته أنه لا تقولي له مثلا روح سوي بالأغراض وتعال لابد في النهاية التقدير ومدح ياريت لو تروح تجيب هذا الأغراض من الجمعية يعطيك العافية جزاك الله خير عساك على القوة أدري أنك تعبان طبيعة جميع الرجال وأعيد وأكرر الأسباني أو غير الأسباني وطبيعته بعد الطلب لابد من التقدير والشكر طيب كل الشكر لك ضيفتنا الأستاذة رقية محمد رمضان حقيقة موضوعين مرتبطين ببعض للأمانة موضوع الأسرة وموضوع الضغوطات النفسية يعني مكملين لبعض ومرتبطين لبعض الرسالة واضحة وإن شاء الله أنها تصل سواء للرجل أو المرأة حتى يعني كيفية التعامل تكون بينهم سليمة وإيجابية ويبتعدون عن الضغوطات النفسية اللي موجودة وصلنا للختام شاكرين حضورك وكل الشكر لك حياكم الله يعني إحنا استمتعنا لدرجة أن أنا يعني صراحة أنا وزميلي ودنا أن نستضيفك في الحلقات القادمة لأن ودنا نسمع بعد لأن فعلا الأشياء اللي قلتيها جدا واقعية وقاعد نشوفها لدرجة أن إحنا قاعدين نجيب أمثلة أكيد إحنا يسترجعون الذكريات الجميلة طبعا الجميلة بالضبط صراحة كل الشكر لك أستاذة رقية شاكرين تواجدك معنا وأنا جدا استمتعت بهذه الحلقة أن زميلي الدكتور فايز السهيل يعني لأول مرة يقدم معنا في البرنامج يعني إن شاء الله بادرة خير وإحنا متفائلين فيك وشبابنا دائما إحنا ندعمهم ونحب نشوف شنو ما عندهم من إبداعات كل حلقة إن شاء الله راح يكون عندنا ضيوف جدد طاقات جديدة عندنا إبداعات جديدة تابعونا إن شاء الله من الأحد إلى الأربعاء كل يوم على موعد اللقاء بكم مجددا في الحلقات القادمة مشاهدينا الكرام كل الشكر لكم مع السلامة